لا يعد الشاي الأخضر في الصين مجرد مشروب شعبي طيب المذاق اعتاد الصينيون على تناوله فحسب، بل يعتبر أحد المكونات الرئيسية للحياة اليومية والمشروب الرئيسي في الثقافة الصينية. تلك النبتة الاستوائية دائمة الخضرة تزرع على مساحات شاسعة من أراضي الصين تقترب من 10 ملايين كيلومتر. تعود علاقة الصينيين بالشاي إلى عشرات القرون، فالصينيون هم أول من زرع الشاي وأول من كتبوا مؤلفاً كاملاً عنه يسجل كل شيء عن هذا المشروب الذي لا تحصى أنواعه في الصين. الشاي الأخضر أيضاً هو مشروب الأثرياء والفقراء الصينيين على حد سواء، وإضافة إلى مذاقه الفريد كان يستخدم في علاج العديد من الأمراض. واليوم يساهم الشاي الأخضر في محاربة الفقر ورفع معدلات النمو في البلاد بعدما أصبح جزءاً مهماً من اقتصاد البلاد. في كل عام يتوافد المزارعون إلى حقول الشاي المترامية على سفوح الجبال، حيث يقطف النخب الأول من أوراقه، وبعد غسلها وتنظيفها تبدأ عملية تجفيف الأوراق وتحميصها على صفيح معدني ساخن. ويجد الصينيون في تناول الشاي متعة خاصة، لدرجة أن بعضهم يساوي بينه وبين الدم الذي يجري في العروق، ويعتبرونه مشروباً يضفي على الحياة طعماً ورائحة وذوقاً.